مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلي من معبر رفح الزميل عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك عبد المنعم، آخر التطورات المتعلقة بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت. اليوم أهلا بك همام. اليوم منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والوقود في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر، لأننا اليوم السبت هو يوم العطلة في دولاب العمل الإسرائيلي، إلا أنه ليس عطلة أو إجازة في آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين، وبالتحديد حصدت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من يعني حوالي 41 حالة استشهدت في قطاع غزة. هي أجازة اليوم في دولاب العمل الإسرائيلي، وبالتالي أجازة في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ولم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية في حصاد أرواح المدنيين. استشهد منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة التي أتحدث إليك فيها أكثر من 41 حالة. هناك نرصد من هنا من هذه البقعة الجغرافية التعنت الإسرائيلي الواضح أمام دخول المساعدات الإنسانية، ليس فقط اليوم فيما يتعلق بمنع المساعدات الإنسانية في هذا اليوم الذي اعتدنا عليه منذ اندلاع هذه الأحداث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، هو أن يوم السبت هو عطلة رسمية تتوقف فيها عملية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، بسبب أن ذلك يوم عطلة رسمية في دولاب العمل الإسرائيلي، إلا أن ذلك هو اليوم الثاني على التوالي الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية إلى قطاع غزة وكذلك أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية في ظل الحالة والحصار الخانق الذي تشهده أو يشهده قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وزاد هذا الحصار والخناق منذ أن احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي منفذ رفح من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكرية. أرقام قليلة حتى همام، طيلة الأسبوع الماضي دخلت إلى قطاع غزة لم تتجاوز يعني شاحنات المساعدات حوالي 125 شاحنة من شاحنات المساعدات هي التي دخلت طيلة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حوالي 26 شاحنة من شاحنات الوقود. كل هذه الأرقام هي أقل من نصف أو يعني أقل من خمس أو حوالي خمس الاحتياج اليومي لقطاع غزة دخلت طيلة أسبوع مضى. نتحدث عن أرقام ضئيلة دخلت بفعل التعنت الإسرائيلي وبفعل العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال على هذه المساعدات، وفي ظل الحصار الخانق وفي ظل ازدياد حالات المجاعة في القطاع التي أصبحت تحصد أرواح المدنيين داخل القطاع. هذا فيما يتعلق بجانب المساعدات الإنسانية وتدفق هذه المساعدات من الأراضي المصرية صوب قطاع غزة. تبقى همام أن أشير فقط إلى ما يحدث في المناطق الشرقية، وهي تعرضت ليلة أمس وحتى صبيحة هذا اليوم إلى قصف من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية، طائرات المقاتلة وسلاح الجو الإسرائيلي توجه بعدة قصفات أو غارات جوية على المناطق الشرقية. شهدنا ذلك منذ قليل، حتى قبل صعودنا إلى هذا الاتصال كانت هناك غارة وتحليق مكثف لطائرات الاحتلال المقاتلة في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية. إليك همام إذا ما كان لديك أي استفسار آخر. شكرا جزيلا الزميل عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، شكرا جزيلا لك.